كان طاهياً في ماكدونالدز، ثم أصبح أهم شخص في سوق العملات المشفرة، والآن محكوم بالسجن. إنه تشانغ بينغ تشاو، المعروف بسي زي، الرئيس التنفيذي لمنصة باينانس للعملات المشفرة. وصل إلى لقب أغنى شخص في عالم التشفير في 2022. أسس منصة باينانس عام 2017 لتكون الأكبر عالمياً حتى نهاية 2023، وصلت ثروته 64 مليار دولار عام 2022. بدايته كانت في الصين قبل أن يهاجر مع والديه إلى أمريكا ثم كندا. برع في صناعة العملات المشفرة حتى تربع على السوق لعدة سنوات. تحقيقات أمريكية معه أفضت لاعترافه بارتكاب مخالفات وغسل أموال، والنتيجة غرامة بأربعة مليارات و300 مليون دولار وسجن لمدة 4 شهور.